كما تعلم أن التصرفات التي تحدث من هؤلاء والبيانات والتصريحات التي يصدرونها يعني تتعارض مع ما يدعونه من وقوفهم مع جانب معين ورفضهم لحفتر ووقوفهم مع الوفاق وغير ذلك من الأمور. يعني هناك تصرفات يعجز كل المراقبين على يعني تفسيرها. لماذا يتم يعني الآن الحديث عن استنكار وتنديد لما وقع في براك، وهم في السابق طالبوا بإيقاف بن نايل عند حدي؟ أعتقد بأن هؤلاء بوصلتهم عند كوبلر، عندما خرج كوبلر وصرح بأن على جميع الأطراف، هكذا أنهى تصريحه كوبلر، وأنا اليوم قرأت تصريح كوبلر، أن على جميع الأطراف أن تدين وتستنكر هذا الهجوم. بمجرد ما قال كوبلر هذه الكلمات خرجت جميع الأطراف وأذانت واستنكرت. إذن هناك اتفاقات سرية، هناك تفاهمات بين بعثة الأممية من جهة وبين يعني من وقعوا على هذا الاتفاق، سواء كان من طرف الثورة أو من طرف برلمان طبرق أو من طرف حفتر، هناك اتفاقات لا نعلمها، ليست ظاهرة في الإعلام، وهذه الاتفاقات لو علمناها اليوم لا فسرت لنا الكثير من السلوك الذي لا نفهمه من هؤلاء، وهذه التصريحات التي نجدها متعارضة والتي نجدها تكيل بمكيالين وتزن الأمور بغير ميزان واحد. يعني اليوم في ما حدث في الجفرة لم تسمع أي تنديد ولم نسمع أي بيان يصدر للتنديد بما جرى في الجفرة. لماذا؟ هل لأن كوبرا لم يطلب منهم ذلك، أم لأن هذا الأمر مستساغ حسب الاتفاقات السرية وحصل التفاهمات التي تحدث بينهم؟ بالتأكيد ما يجري السلوك والتصرف والتصريحات التي تصدر عنهم، كل هذه يعطينا فكرة بأن هناك تفاهمات وهناك اتفاقات في الخفاء لا نعلمها، ولربما لو علمناها لفسرت لنا كل هذه التصرفات التي نراها يعني متناقضة وغير ولا تصب في سياق واحد.